الحمد لله هو انتصار ديال اليوم هو ثمره المجهود الكبير ديال الفريق وكيجسد هذاك التفوق ديالنا ديال الرجاء الرياضي على مستوى البطوله ولا على مستوى كاس العرش. كنهني الفريق ديال الجيش الملكي على الباركور اللي دار على مستوى البطوله على مستوى كاس العرش. فريق كبير فريق نفس نادي الرجاء الرياضي ولكن الحمد لله استطعنا اننا نفوزوا بالثنائيه. هذا الثمره ديال واحد المجهود كبير ديال جميع المكونات ديال نادي الرجاء الرياضي ديال التلاحم ديال المكونات ديال نادي الرجاء الرياضي ديال الدعم ديال الجمهور ديال المنخرطين ديال الاعضاء ديال الطاقم الطبي والطاقم التقني والحمد لله استطعنا اننا نحققوا هذه النتيجه الايجابيه اللي هي الثنائيه ورداو الجماهير الكبير ديال نادي الرجاء الرياضي وكنطلعوا ان شاء الله اننا نفوزوا بالشامبيونز ليغ السنه المقبله ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.